جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. تسأل هذه السائلة وتقول: شخص لا يقدر على ثني ركبتيه لمرض فيهما، فإذا سجد في صلاته على الأرض حرف رجليه يمنة أو يسرى، وإذا سجد على وسادة جعل رجليه باتجاه القبلة، فأي الطريقتين يتبع مأجورين؟ لا يسجد على وسادة، يسجد على الأرض إن أمكن، ولو أنه حرف رجليه ما دام أنه وضع رجليه على الأرض حسب استطاعته فقد حصل فعل الواجب أو السجود على سبعة أعظم، ومنها القدمان. فإذا وضع القدم على الأرض ولو كان محرفا ولو كان طرف القدم فإن هذا يكفي، لا سيما إذا كان لا يستطيع أكثر من ذلك، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. وأما أنه يسجد على وسادة فهذا شيء منعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء دخل على مريض يعوده فوجده يصلي على وسادة، فأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم وألقاها، فقال: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، ويومئ بركوعه وسجوده. نعم.